قلت لك ما بعرفك شهيد رب. اسمعوا لك، هذا المسدس في طلقة واحدة، قسما بالله إذا ما بتعترف راح أضرب الطلقة، وإذا ما طلعت بيكون فرصة تانية قدامك لحتى تحكي. حظك حلو، بس الرصاصة الثانية أكيد رح تطلع وتفجر لك راسك ولك. بوس إيدك خليني أحكي، بوس إيدك بدي لك شغلة. تحكي! عيد وصابر والله ما بعرف وينهم، وهن ما مهمين بالقصة. أخوك، أخوك عمران، أخوك عمران هو عدوك الحقيقي، وهو اللي خبر عنك. خلاص ولك، خلاص، خلاص ولك، خلاص ولك! خرست، أبرك خرست. لا ما بدي أخرس، لك إذا كان هو الحق، هذا هو الحق، بس أنت ما بدك تسمع لا الحق ولا الحقيقة. والله أخوك اللي خبر عنك، وفوق من نزل لبك للشرطة. خلاص! عملك خلاص! أطلع! أوك! وهلا صباح خير مع عبد الله. اليوم جاي على باري افطر انا وياك، يلا نشوف. الله يسلم هالايدين، والله مو جاي على بالي حط لقمه بتمي، كيف بدي اكل وانا مالي عرفانه عبد الله جوعان مرضان شو صاير معه؟ طولي بالك امي، صدقيني ما راح كن ولا راح اهدى لحتى رجالك يا وتلاقي قاعد هون قدامك منيح. شو فكرتيني ما عم ادور عليه؟ هذا بيضلوا اخي من لحمي ودمي، شو بكي؟ الله يرضى عليك، يعني انت متاكد انه اخوك بريء؟ هلا ان كان بريء ولا مذنب مو مشكله، الضفر ما بيطلع من اللحم، هذا اخي وبدي ادور عليه من كل بد. الله يرضى عليك. الهي ربي يرجع لنا عبد الله بخير وسلامه يا رب العالمين. صدقيني أنا من زمان بحبك ورايدك بالحلال، وبدي أعمل أي شيء لحتى أشوفك وأحكي معك. يا ريت تقبل وتجي على الكافتيريا الساعة 1 الظهر لحتى نحكي شوي، وأنا رح أستناك هنيك، وبتمنى من كل قلبي إنك ما تخجليني. يا جماعة، نحن من زمان أهل وحبايب، دكاكيننا جنب بعض البعض، لكن تخاوت الدكاكين ونحن كمان تخاوينا. مصاب أي واحد بيناتنا هو مصاب إلنا، وفرح أي واحد فينا هو فرح إلنا. هذا الكلام صح ولا مو صح؟ صح 100%، وأنت ما بتحكي غير مزبوط ودغري. اليوم العم أبو رضوان واقع بضيق، مثل ما كل واحد فينا ممكن يوقع بضيق لا سمح الله، صحيح؟ والله ما في داعي لكل الحكي يا أبو طلال. طول بالك عمي، طول، خليني أكمل حكي. لذلك نحن لازم نتكاتف ونحط ايدينا ببعضنا البعض لحتى نشيل ابو رضوان من هاي المشكله. انت بتأملنا ابو طلال؟